أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. إذا في إطار دروس مادة الفرنسية للمستوى الرابع، غنشوفوا الدرس الأول في أورتوغراف إينيتي 1. هذا الدرس هو لا لتر سي سو برونونس إس، لا لتر سي سو برونونس كا. إذا غنشوفوا التمارين مع الحل، إذا أجيو نتعلمو. إذا السؤال الأول، كيسيون 1، Quand la lettre C se prononce tel K. إذن نتعرفوا على القاعدة انطلاقا من الأسئلة. إذن إمتى كنطق C يعني كتنطق K. إذن شنو هما الحالات؟ إذن فكروا. إذن la lettre C se prononce K. Quand la lettre C se prononce K. إذن الجواب إذن devant A. Devant O, devant U ou devant une consonne. Et dans intercontinental, c'est intercontinental. Et dans intercontinental, c'est mouraha A ou la mouraha O ou la mouraha U. Et dans très bien, le jawab est sahih devant A, O, U. Vous connaissez tous cette al-qaïda. On passe à la question 2. Et dans سؤال الثاني قاعدة كذلك. Quand la lettre C se prononce-t-elle S sans la C dit? إذن إمتى كنطقو سي كنطقوها بصوت إس. إذن سو لا سي دي، شناهي سي دي؟ حنا غنشوفوها يعني سي. إذن غنشوفو سي دي. إذن حاولوا تفكروا في الجواب. إذن الجواب، إذن سي دي هي هاديك السي كتجي من تحت منا بحال خمسة صغيرة، هاداك كتسمى سي دي. إذن سو لا سي دي إمتى كنطقو سي كنطقوها إس. إذن الجواب ديفون إي ديفون أو ديفون إكغيك. إذن أكنت سي موراها إي ولا من وراها أو ولا من وراها إكغيك تنطق إس. مثلا سيفيزاسيون سي موراها إي غنطقوها سيفيليزاسيون. إذن تخي بيان، عقلوا على هاد القاعدة. أون باس على كيسيون سويفونت كذلك القاعدة. ماتنو كون لا لتر سي سو برونونس تيل S avec une CD. شوفنا قبل sans CD. Maintenant, إمتى كنطقو C كنطقو S avec une CD. إذن فكروا. إذن إمتى كنطقو C كنطق بصوت S. أوكي، avec une CD. إذن الجواب devant A, devant O, devant U. نشرح لكم. أكانت عندنا C موراها A ولا من وراها O ولا من وراها U. إذن وكانت كتنطق بالصون S، يعني باش نطقوها بالصون S خاص إذن دوفون A ولا O ولا U. وباش كتسمع الصوت S كنزيدو هاديك C دي تحت من C باش كتنطق مثلا فساد، لأن أمزدناش هاديك C دي غتنطق فكاد. إذن خطأ. إذن أبغينا C تنطق S، إذن وكان موراها A و O و U كنزيدو هاديك C دي. إذن إمتى كتنطق C avec S، يعني C كتنطق بالصوت S avec une C دي، أكان devant A و لا O و لا U. إذن très bien. On passe à la question suivante. Question 4. إذن السؤال الرابع. Je souligne les mots conjonctant S. إذن نحاول نسطرو على الكلمات اللي كنسمع فيها S. Une course, une place, ici, un coup, une civilisation, un maçon, concourir, une culture. Et dans Haulo, tu fais quoi? Mais que fais-tu? Je vois que tu le pose. Très bien. Et dans, on a les mots. Et dans Haulo, tu écoutes les mots. Et dans les que tu entends فيهم صوت S و تذكروا القاعدة اللي شفناها قبل. Et dans les mots, on a une course. عنا اون بلاس، عنا ايسي، عنا اون سيفيزاسيون، عنا ان ماسون. هادو كاملين كتنطقو بصوت اس. اوكي، اون كورس، اون بلاس، ايسي، اون سيفيزاسيون، ان ماسون. تري بيان. اون باس على كيسيون 5. كيسيون 5، السؤال الخامس. جو سولين لي مو كونجونتون كا. اذا خصني نسطر على الكلمات من سمع صوت كا. إذن حاولوا تكتبوا الكلمات اللي كنسمعوا فيهم كا. كونكورير، اون كابيتال، سانك، اون كارافان، اون كالتور، اون فاسون، اون اركاد، سيلبر، ان كافاليي.
اذا حاولوا تفكروا في الجواب. اذا الجواب اذا الكلمات اللي كنسمعوا فيها كاسمير ان كابيتال ان كارافان ان كالتور ان اركاد ان كافاليي. وكما كتشوفوا هاد السي علاش نطقنا هكا، اما كتجي موراها او ولا كتجي موراها ا ولا كتجي موراها يو. تري بيان، اون باس على كاسيون سويفونت. كاسيون 6 السؤال السادس. Je complète le mot suivant par C ou CCD. إذا نحاول نكمل هذه الكلمة إما ب C أو CD. إذا حاولوا تفكروا وتذكروا القاعدة. إذا حاولوا أن تفكروا. إذا إن لو. إذا حاولوا تفكروا في الجواب وحاولوا تذكروا القاعدة. القاعدة خاصكم تحفظوها. إذا إن لو سون. علاش كنا إن لو سون؟ إذا هذه سي جات موراها او. اذا اما عملناش سي سي دي تحت منا غتنطق لو كون. اذا ابغينا نطقو الكلمات اللي كتنطقو اس افيك سي دي كيكونوا موراهم اما او. اذا عندنا هنا القاعده كتطبق الثالثه اللي شفناها في السؤال الثالث. اذا غنقولوا الجواب صحيح اون لو سون. سؤال السابع كيسيون 7. Je complète, 9 سؤال. Je complète le mot suivant par C ou CCD. إذا حاولوا تفكروا. إذا 10 ثواني للتفكير. إذا دائما تذكروا القاعدة. إمتى كنطقوا C كنطقك. إمتى كنطقوا C سون CD أو أفيك CD. إذا جواب صحيح كنطقوا C سون C. أن فرونسي. إذا C أفيك CD. تخي بيان. أون باس à la question suivante. Question 8. السؤال الثامن. Je complète le mot suivant par C ou CCD. إذا حاولوا تفكروا إتادل. إذا غنكتبوا C ou CCD. إن إتادل. إذا شنو هو الجواب الصحيح؟ إذا الجواب الصحيح. إذا لا لتر C se prononce S. علاش؟ لأن موراها إي. إذا غنقولوا une citadelle لأن موراها إي. السؤال 9 question 9 سؤال 9. Je complète le mot suivant par C ou CCD. إذا حاولوا تفكروا شنو هو الحرف اللي غنكتبوا C ou C avec CD. دائما نتذكر القاعدة. إذا حاولوا هذيك القاعدة الأولى والثانية والثالثة اللي شفنا في السؤال تحفظوهم. إذا هنا بالنسبة للجواب إذا هنا كتنطق خاص يكون موراها ا. إذا نقولو ان كارفور ما نقولوش ان سارفور. إذا كنقولو ان كارفور. تري بيان. إذا اون باس على لا كيسيون سويفونت. كيسيون 10. إذا لا كيسيون سؤال العاشر. جو كومبليت لو مو سويفون بار سي او سي سي دي. إذا حاولوا تفكروا شنو الجواب الصحيح. إذا ان بران شنو كنقولو؟ إذا ان بران. إذا الجواب الصحيح حاولوا تفكروا. إذا لا ريبونس سي ان برانس. علاش موراها او؟ إذا الجواب صحيح ان برانس. ان برانس. إذا نتمنى لكم فتكم بهذا الدرس. شكرا وإلى اللقاء.